السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. راح نشوف كيف راح أخذ البيت هذا وأنقله عندي على برنامج اليونيتي وأتعامل معه بحيث إن أنا أقدر أدخل جوا البيت وأخلي الباب يفتح تلقائي من ذات نفسه باستخدام الكود البرمجي. مبدئيا أحيانا لما أجيب مجسم أنا بحتاج إن أنا أضبطه أو أعدل عليه باستخدام المايه، بعدين أنا أو أحد برامج الـ 3D، بعدين أنا أوديه على برنامج اليونيتي وأتعامل معه. المجسم هذا اللي أنا جبته عبارة عن مجموعة من المجسمات متداخلة. من بين أهم الشغلات اللي بتعنيني إنه في عندي 4 أبواب، وفي عندي مجسم أساسي، وفي عندي شوية أثاث ثانيين موجودات جوا البيت تبعي. علشان أتعامل معه أول حاجة راح أمسك البيت الأساسي البيلدينج هنا وأغير مركز الدوران، أضغط على حرف الدي وأعلم على تحت هان وأضغط كمان مرة حرف الدي. نفس الكلام راح اعمله للابواب اللي عندي. هاي الباب الاول كنترول للرقم 1، اختفى كل المجسمات وضايل عندي المجسم تبعي حرف الدي، واقول له لو سمحت مركز دوران بدي اياه يبقى هان. هاي حرف الدي كمان مرة، كنترول رقم 1، واعيد على الباب الثاني كنترول رقم 1 حرف الدي، واغير مراكز الدوران تبعت، اتاكد ان انا معلم صح. هاي حرف الدي، نفس الكلام اجي على الباب هذا حرف الدي كمان مرة، اعتمدنا التعديل. آخر باب حرف الأف عشان نشوفه حرف الدي، وهي آخر تعديل. هيك أنا غيرت مراكز الدوران تبعت الأبواب تبعت. ليه؟ عشان لو أنا بدي أجيب باب وأفتحه أقدر أنا أفتحه بالطريقة زي هذه، لكن لو كان مركز دوران في النص زي ما هو كان هيك، لو جيت افتح الباب راح الاحظ ان الباب بفتح بطريقة غلط. هي كنترول زد، رجعت الباب زي ما هو، هي بفتح بطريقة سليمة ان شاء الله خير. هذا اول حاجة بعمله. الابواب هذه عشان يتم اعتماد مراكز الدوران في عملية التصدير لازم اعلم على الاجسام تبعتي اللي هو البعنيني البيلدينج والـ4 ابواب، واقول له هنا في موديفاي بيك بايفت، بيك بايفت خلي لي البايفت اللي انا غيرت مراكزهم دائمين بالوضع اللي هما فيه. لقيت ممكن اعلق الجهاز شوية هيك ياخد وقت، بعدين خلاص الان اعتمد لي اياهم. ضايل اعلم على الاجسام تبعتي كلها واعملها فريز ترانسفورميشن، اصفر القيم اللي هن، وان كنت انا مهن مصفر القيم تبعتي بس لا بأس ان انا اعمل فريز ترانسفورميشن. وكمان اعمل ديليت باي تايب هيستوري بحيث ان الجسم يبقى جاهز لعملية التصدير. علم على الاجسام تاع الجسم تبعي هذا كله هيك، وقول له فايل اكسبورت سيلكشن بدي اصدره، وين بدي احطه؟ راح اروح افتح اليونيتي تبعتي واشوف لي جسم الاجسام تبعوني هدول على افتراض، واقول له وين انت موجود؟ شو ان اكسبلورر في المجلد هذا. هذا المجلد راح اصدر الشغل تبعي فيه. اي كنترول في وسميه بيلدينج 01، ويعمل اكسبورت للمجسم تبعي. ما انساش اقول له انه امبيدد ميديا احط عليها صح عشان يجيب لي الصور الموجوده جوا المبنى، هذه التكستشر اللي انا مستخدمها يحط لي اياها جوا ملف الاف بي اكس. وهي اكسبورت، بمجرد ما يعمل اكسبورت راح اروح على اليونيتي، راح الاقي انه المبنى انضاف الي. بس المبنى لسوء الحظ ايش جاي من غير خامات، فانا احيانا ممكن الاقيه مباشرة جاي من عندي بخامات، لكن في الحالة تبعتي مش مبين في عندي خامات. راح اعمل له هنا اعلم عن المبنى تبعي، واروح على ماتيريال واقول اكستراكت تكتشر. جوا الماتيريال بدي اعمل مجلد اسميه بيلدينج، طبعا مش بالضرورة اسميه بيلدينج ولا اعمل مجلد، بينفع احطهم برا هنا، لكن هذا الكلام من باب الترتيب. واقول له لو سمحت اعمل لي اكستراكت للتكتشر جوا، اشوف تلون ولا متلونش. لا لسه متلونش المبنى تبعي، لكن لو طلعت على الماتيريال رحت على البيلدينج راح الاقي انه طلع لي الصور المكونة للخامات المبنى اللي عندي. طيب ارجع عندي اعلم على المبنى تبعي، اقول له لو سمحت اعمل لي اكستراكت ماتيريال، طلع لي الخامات المستخدمه. راح اروح على ماتيريال بيلدينج وخليه يطلع لي الخامات هنا.
طلع لي الخامات، افتح الخامات اللي عندي. بيلدينج. طيب في الدور هذه، الخامة الدور، هعلم على كل خامة وحاول اضبط الصورة تبعتها. الدور هيها محطوطة هنا، ولو انا مسكت الدور وعلمت على اي باب، هادي نشوف البيلدينج تبعتي، هاي الباب تبعتي، لو جيت هنا حطيت على هان اوكي، ما خلص ما قبلتش احطها عليه مباشرة. وين المبنى تبعي، وين الباب، لا يقابل فيش في مشاكل، هاي الامور سالكة. هاي الباب ماله، بيانات الخامات تبعتي فيه. طيب اروح على الخامة اللي بعديها مباشرة، مش محتاج احطهم اصلا هنا، اروح على الهان واقول له لو سمحت الخامة التانية، بتهيألي كانت هذه. اروح على الخامة التالتة، و بتهيألي كانت هذه، ايوه الخامة الرابعة. طبعا لو مسميهم باسماء اللي كان الامور عنده اوضح لي، بس لعله خير. راح استخدم بتهيألي هذه الخامة، والخامة الأخيرة راح استخدم الصورة إيه هذه. هاي المجسم البيت طلع عندي، صار في عندي مجسم للبيت تبعي، بس مش عارف حجمه كبير ولا صغير. امسك المجسم تبعي واشوف وين الولد تبعي. لا خليني الفه مبدئيا باتجاه الولد. راح امسك المجسم تبعي واعمل له دوران، لو عصيت على زر الكنترول ممكن اعمل دوران يبقى يعمل لي سناب، بحيث انه يبقى المبنى اتجاه الولد، ما اتغلبش لما ادخله، بدي شمسي والف عليه يعني، بدي مباشرة يجي عليه. طيب ارجع للمبنى تبعي، اعلم على الموديل، وانا شايف ان الحجم صغير فانا راح اكبره، كبره مثلا 5 اضعاف، واعمل ابلاي اشوف الحجم تبعي كيف صار. خليه كويس 5 اضعاف، كويس. امسك المبنى تبعي. طب هي المبنى احنا غيرنا مركز دوران، سنتر بايفت، بنقيم السنتر بايفت هذه، بصير بايفت، بصير هاي مركز دوران تبعي. انا باللي عندي بدي المبنى كبير على اساس انه الولد يقدر يخش جواه وتخش الكاميرا معه. اللي ممكن انا اجيب الاشياء اللي تحت، بس انا عايزه يكون زي هيك كويس، هيك مش بطال. بس المبنى الان لو انا عملت، لو اجيت عملت بلاي اشوف الولد تبعي هنا، ممكن الولد تبعي بيتحركش. اروح على البلاير. يبدو ان في مشكلة في السكريبت هذه، ريموف كومبوننت، والكود تبع البلاير ايوه. الان اشغل الولد تبعي واشوفه بيتحرك ولا لا. هاي الولد بيتحرك تبعي، ممكن يروح ويمشي ويخش، بس ايش ماله بيخترق الحيطان، الامور طبيعية جدا يعني. طب انا مش عايز الكلام هذا، علشان اتغلب على الجزئية هذه راح اروح على المبنى كله، البيلدينج هذا. طبعا مش راح اروح على المبنى كله لانه بديش البواب دي، يقدر يخش من البواب، فانا وين راح اروح؟ على البيلدينج هان، واقول له لو سمحت اد كومبوننت، مش بوكس كولايدر، راح اروح اقول له انا عايز ايش كان اسمه، مش كولايدر، مش هاي، مش كولايدر لمين؟ للبيت، لكن البيت ما فيش فيه من غير البواب. راح اروح على ال4 ابواب اللي عندي واقول له لو سمحت اعمل لي لكل واحد بوكس كولايدر، تأكد انه هاي كل باب وعمل عليه بوكس كولايدر. امسك واحد من الابواب هذه وعص على الاسهم اللي هان، خلينا اعص اف اول شيء عشان اشوفه، وعص على اللي هان. راح تلاقي انه احنا الامور عندنا طيب الحمد لله، والبوكس كولايدر من حاله حط وزع نفسه على الباب بالضبط، فما فيش عندي مشاكل. الان خليني اجي اشغل اللاعب تبعي واشوف ايش ممكن يصير معه. هاي الولد تبعي، نيجي نحاول نخش مثلا من الحيط. بدخل في الحيط عادي، في بحاول يقاوم، هي بحاول يقاوم،
ممكن يخترق الحيط. لا طيب هنا نشوف. بدخل الحيط مش راضي يطلع، دخل ومش راضي يطلع. طيب في عندنا شوية إشكاليات في الكولايدر، هذه موجودة. أنا عشان أحاول أحلها راح أروح على البلاير مثلا تبعي، حرف الأف، البلاير حرف الأف، وأروح على البوكس كولايدر تبعه وأكبره شوية من قدام، بحيث إنه عملية التصادم تصير من بدري. هو ليش اللي صار توه؟ إنه هو ما لحقش يكتشف إنه في عملية تصادم، فأنا لو كبرته شوية ببين إنه في عندي تصادم أبدر، وبالتالي ممكن هو البرنامج يتفاعل معه بطريقة أفضل. الآن مش قادر يتصادم، بحاول يخترقه لكن مش قادر يخترقه. بحاول يخترقهم، حتى الابواب عليهم بوكس كولايدر مش قادر يدخل من الابواب. ممتاز. الان اللي راح اعمله بدي الباب تبعي يفتح. عشان الباب تبعي يفتح راح اعلم على الاربع ابواب، ولا بلاش على باب واحد، باب واحد اللي هو هذا. وفي عندي سكريبت معمولة جاهزة اسمها دور كنترولر، راح اعلم على الباب الاول، الباب تبعي، واقول له لو سمحت يا دور نحط على الباب. الان هذه الدالة او هذا الكود البرمجي وظيفته انه لما يقرب اللاعب من الباب يفتح الباب تلقائي. هات نشوف. الباب فتح تلقائي واللاعب تبعي دخل جوا البيت. ممكن هاي بلفلف جوا البيت، ممكن لو يجي يخبط في اي حاجة يصير في كولايد، يصير في عملية تصادم، ممكن يطلع من الباب من الشقة التانية. نعاود نشوف كمان مرة، أوقف وأشغل. أحيانا ممكن أواجه، يمكن هان يعني الحمد لله الأمور سالكة ومواجهتش، لكن هاي مش قادر يطلع الدرج. إجت المشكلة ليش؟ لأنه الدرج تصادم ومش قادر يخبط فيه. لو طلعنا من هنا أوضح، بحاول يخبط في الدرج لكن مش قادر يطلع منه. عشان أتغلب على القضية هذه أنا ممكن أعمل حيلة، أعمل هنا كرييت 3D وبوكس كيوب، وأجيب الكيوب تبعي هذا وأضغطه زي هيك. خلينا أكبر الشاشة. حاجة زي هيك، وأخليه يجي محل الدرج. خلي الكيوب هذا تبعي يجي محل الدرج، اعمل له دوران. تقريبا زي هيك، تأكد ان الحفة تبعته داخل. لا بدي اعمل شوية دوران. زاوية، خد زاوية صح. حاجة زي هيك. الآن هو ممكن يطلع عليه هذا طبعا، اللي خلينا اشوف عليه كولادا ولا لا. هاي الكيوب، ايوه عليه بوكس كولادا، فيش مشاكل. الان لو انا خلينا ارجع اللاعب تبعي شوية لورا، هاي البلاير طبعا، البلاير عليه كاميرا وبالتالي بتحرك مع الكاميرا مباشرة. وهات اجي اشوف، هي بيطلع لحاله. ليش؟ لانه الخط مايل او المكعب مايل، بس مش معطيني احساس انه في عندي درج. عشان هيك راح اروح على البوكس تبعي الكيوب، وفي عندي خاصية مش ريندر، يعني هل اظهر المجسم تبعي؟ لا، بقول له خفيه. المجسم موجود والبوكس كولايدر موجود، لكن هو مش مبين بالعين، بس الكاميرا مش قادرة تشوفه، لكن هو موجود. الان تعال نيجي، يمشي الولد تبعي، هي بيطلع على الدرج. طبعا هو مبين انه بيطلع على الدرج، لكن عمليا ايش بيسوي هو؟ هو بيطلع على الكيوب تبعي، وهي اجى عند الباب تلقائيا، اشتغل الكود تبع الباب، وهي فتح، وهي دخل اللاعب تبعنا. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.